غفت لي زرين النهار ذي ثزورة سوضني غالنت المهلة ثغنا وث تم سلطاني في ديم جيالة تنزوت الله يوف ذي الدور ثقي زرين أتسحف سن سبعة قم ذنان يلان ذي شابو هذا ويذ ديوسان سيثمان ناغث يكذ الولاية الوادي قد شن ذي تنزوت الله يوف ذي تلمس دون ظلنة مورث ذي القديش يلان الدو فوس النوم زرفون تيجو ذا ذو خامن شراع النروي باذي الزير ثمان ناغث وسوضنا دارن 74 ألف يكذ ميان تكشيتين يرقين العقل سصنف ان البريغا بالين 300 ميلي غرام ارند ذاغن سنه نتكوريا سنه مريث يقول سنه النت كاميونين ويجي لن ويجي لن دي شبوها يلاد سعدين سنغار ومزر فونتي جوذاك نذ تحسفن يتكمل ذي الولاية نجيج الواهيل نمدو القرارات نمدو نموشان لقديش الندي ما يبضل غار 98 ذي الميام من نولان ذيس غف حقو إلى دوياقي كيف دي غف حقو نسمك ثود تمتسان نمجهد فرحات عباس دقس نخدما ذي قحريشن يمجردن إلى دو مدن سن نموشان لقديش الندي ما أيمن عبد الرحيم يغلد سوايا اليوم قدمنا كذلك شهادة الإدماج لعديد الشباب اللي كانوا من قبل في نظام المؤقت واليوم بتجسيد التعهد نتاع السيدة رئيس الجمهورية اليوم أننا قاربنا على الانتهاء من العملية اللي وصلنا في حدود 99% باقي 6 حالات تقريبا قيد الدراسة والتمحيص ليتم تسوية تاعهم وهكذا ننتهي من البرنامج هذا طبقا للقانون أو التنظيم المعمول به وهو نهاية هذه السنة. مي بضو مزير نزمور ذي الدقس تمناضين ذي الولاية نفقاية ثغار ثقراي ناس يلاد وجرد وغالين مقرية ثغار تفير ذي الغلة غاف سبا نوزنزو ونرثي ذرا وذاين ذي خلفنت وغالين نو سفارقي غار تفير سوزل 90 مليون لترات رفح صايش يغالد ستوري طريق لخصاص وقفور تسمس سيدي كان غافي حرقان تجور غير السباثي قجان الغلة نزيت وزمور أتنقص نزهها سقوسة ويا غاف منار وسنين قران الحملة وجمع ذي زيد وزمور ذي ثمناضين مخالفة الولايان في قيث أماكن يرى فريذ وزواي ذو قمار وزمور يتضروا الحب وسمال التجرات توخير ذي الغلة لو ان تصرغ في مس على كل حال يا رغاي وكو زمور زمور ماشي الحاجه ديال ديوال رابيدمون اس كوساكي يتما بو بارتو يخص 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 ملاح ما لا تفرس الزمور تيتوني عاوز زمور تاكد ما فكد مودفكي ورا تصدفك شويه ما دفكي لها تدورو تونا غورنو نفدو كويث الصح مي لا حمله الشتوره الوقت كما لا نوامان كان اللي نوامان طاس وتحس ورا مولا شمال لانه تيمس انه الحم قطج ينطر بزاف بداو 9 مليون لترات الزيت سوى القذري تورجون ذي تواجمع سكوسا سوى كالغلا دج ودوخر نزه بخلافي سكوس عدان ونشتاد يجل الثريس غاف السما نزيت وزمور هذا سفر دقويد كي تعيشن تتوشولين لدغا ذي ثميوين وذرار اون كونسي فلاح نتي ديك التجره روكاجو اختي ديوان هذا كورنا ديريكت تنرى روكاجو اثنزل لو بلي فيت بوسيبل باش يخسر زمور تخص شوط الغله تخص بارابور دايور ميم لو بري نزيت يولي شويه بارابور لاني باسي ديني لا موين تخدم 15 16 الا وين يران 20 21 كوم الا وين يران 12 داغن نسكوساكي يخص شويه بارابور العام عدن الكاليتي نسكوساكي تلا الكاليتي خير وسكوسي عدن لا الحومان خص توامن مي الهلكات اي ورا دونك نسعى الغله زديق اسكو ساكي خص ما نعدد 8 مليون اللي لاباس علينا انا الحمد لله ثمنات لا صوما مدي الولايه نفقية ثيك ساعه اكثر القواعي وزمور سلقي دار مدروس 120 الف هكتار ويدي افكان الحساب 5 مليون التجره وزمور هذا الحساب جمالي القواعي وزمور ذي الولايه نفقية العدي غار الولاية برج باجي مختار عند تفقنا إيمز داغ لغيض نسن غاف لي حالة زن قاتين نسن عند عمان إضم ناذقيون يغزر يوضان تلمس تمزين تمزين تكلم سوالي ذيث ولا في ناقي سويس ديوغال إيمش كعنا غار الولاية برج باجي مختار كلم سوالي ضمان ذي تلمس تمزين توذيني زمرن أدي خلف لمضاران أميهي غاف تزمرث كمذن أحمد طمري يوغال سوايا Thank you.
لو ساخوا هين السبب الجدارة انت هنا الساخ ده صار وين تروح هنا لا فوت ده البلدية يتو يعني جاسم مكوارة ويا ده قال غصب صار فارت لو ساخ انت هر الناغر انت ده وين تروح هنا ساخر مرة غرر النيت المعاناة الدائمة هذه اللي رنا فيها نعتبروها نحن كسكان منطقة برش باشي مختار اللي مساهمين فيها المسؤولين نتاع المنطقه ومساهم فيها بشكل اخر مساهم فيها الشعب بحد ذاته. السد هذا راهو دارنا مشكل النفايات بكل تراكموا هنا الجيران يعني ما لقاوش وين يرموا وما لقاوش وين يرموا الخماج تاعهم هذا ما عندهمش بلاصه بخلاف راهم يقيسوا هنا. شوف يعني الامراض راهي تتراكم الاطفال الصغار الصغار ثاني يجيو لهنا ما يلقاوش وين يروحوا ثاني. سلافس نطغي وانت سي ثمان سنو كذا نتذكر سلام ران الوليد سي ليدو سيزد يعني غزراكي يلان ذي تمدين يلثي كلت يونا الدور احمد طمري ذي كلت النظام. كاين تعليمات مباشرة من والي الولاية بالنسبة للنظافة نتاع سد المدينة. سد المدينة هذا ولا لنا عائق أكبر عائق للمدينة. دوك السد هذا نحن بالنسبة لنا الوالي نشكره الشكر الجزيل عاطي تعليمات مباشرة للبلدية للشركات كل أسبوع كاين الشركة الوطنية إيفيسام راهي تنقي في السد بصح الحلول نتاع السد ما لقيناهاش نحن شوف ننظفوا السد ننظفوه الصباح نعاودوا نرجعوا العشيه نلقاوه كما كان. من هذا المنبر نناشد جميع المواطنين باش يعاونونا في قضيه نتاع السد قضيه النظافه. ايه كان نصاد ديدو نغار ثقال نزال نسمازيغ تدنغال تكلت نظام نغار بسه. شكرا لك يا ختام هذه الجوله الاخباريه السلام عليكم.